قبل ما نبتدي ونتكلم على الدياجرام ده هنراجع مراجعه سريعه كده على حاجه قلناها. وقلنا كده المنظر بتاع ده لما يكون عندك اي وبي وظهر لك الصوره دي كده. ايه المنظر دوت؟ ده هنا الالكتروك ترانزيشن. الاي له صورتين، اي اي واي دبل ار. معايا؟ البي له صوره واحده. معايا؟ يبقى اي اي واي دبل اي يعني تو فيز. بعد كده في عندك هنا ايوديكتد، ودي الميلتنج بوينت بتاعت البي، ودي الميلتنج بوينت بتاع الاي دبل اي. ها؟ الدياجرام ده لو انا حبيت اتكلم عنه هقول ان البي والاي توتالي ها ان سولبل ان ذا سوليد ستيت. مفيش ذوبان سواء في صوره الاي اي او الاي دبل اي، ولا الاي اي بيدوب البي ولا الاي دبل اي بيدوب الايه البي. معايا يا جماعه؟ ودي بنسميها التي الكتروبيك، عمليه الترانزيشن من اي اي لاي دبل اي. ايه رايك هو الدي جلو فريدم على اللاين ده بكام؟ معايا؟ بزيرو. عشان كده ايزوثيرمال، فظهر لك اللاين ده من غير ما تفكر، لان انت عندك 3 فيز الاي اي والاي دبل اي والبي. معايا يا جماعه؟ طيب الدياجرام ده هو نفسه الدياجرام ده اللي هو الاي مع البي وعامل كده. نفس الدياجرام. بس ايه الفرق بقى؟ النقطه دي بتمثل السوليبيليتي بتاعتي. فهنا السوليبيليتي بزيرو. فمعنى النقطه دي تدخل جوه ان الاي اي بيدوب شويه من البي. والنقطة دي تدخل جوه معناها ان الاي دبل اي برضه هو كمان بيدوب الايه؟ البي. بس هي العملية ريلاتيف للسوليبيلتي بتاع كل واحد. فده كده بيمثل السوليبيلتي كيرف بتاعت البي ان اي اي، وده بيمثل السوليبيلتي كيرف بتاعت الايه؟ عشان كده اقدر اقول الاي البي سوليد زائد اي اي سوليد سوليوشن. وهنا البي بلس اي اي دبل سوليد سوليوشن. بعد كده في عندك بقى ايوتكتك، ايا كان المنظر بتاع الايوتكتك بتاعك. ادي المنظر بتاعه. المنطقه دي ليكويد. خلاص الاي اي اختفى، بعد كده اللي مكمل معاك لغايه فوق ايه؟ اي دبل اي. هنا المنطقه دي بي بلس ليكويد. هنا ليكويد بلس اي دبل اي. طبعا من غير ما افكر الزون دي كده فيها اي اي سوليد سوليوشن، والزون دي فيها اي دبل اي سوليد سوليوشن. معايا؟ طيب طبعا واضح ان في حاجه مش مظبوطه، لان عندك منطقه فيها اي اي والمنطقه الثانيه فيها اي دبل اي. فعمليه التشينج من اي اي لاي دبل اي هل هتتم ايزوثيرمال بحيث يبقى اللاين ده مكمل كده، ولا ايه موقفها؟ فانت لما تحسب تجيب فيلم الاف بيساوي 3 ماينس كام فيز؟ 2 فيز اي اي سوليد سوليوشن وبي اي، فهيطلع الديجري فريدم بكام؟ بواحد. يمعنى عمليه الترانزيشن من اي اي لاي دبل اي استحاله تتم ات كونستنت تمبريتشر. معايا؟ لا انيشال ولا ايه؟ فاينل. عشان كده هتلاقي المنطقه دي ظهر لك كده. ليه؟ لو انت اخذت اي كومبوزيشن اهو، ادي عمليه التشين ده الانيشال وده الفاينل. اي كومبوزيشن ده الانيشال وده الايه؟ الفاينل. طيب سؤال، درجة الحرارة دي سميها ايه؟ ها؟ تي الكترون. معايا؟ ودي الميلتنج بوينت بتاعت الاي دبل اي، ودي الميلتنج بوينت بتاعت البي. معايا يا جماعة؟ وكنا قلنا إن النقطة دي بالنسبة لنا لها معنى. إيه معناها؟ أنا قلنا دايماً ركز معايا، لما يجي لك أي دايجرام بعد إذنك لازم عشان تعرف ايه الرياكشن اللي بتتم تخيل عندك خط وهمي كده. قال لك ايه الخط الوهمي ده؟ بيقول لك ايه دبل اي سوليد سوليوشن لما عملت له عمليه كولينج حصل له ايه؟ لما بردت نزلت كده اداني بي زائد ايه اي سوليد سوليوشن.
وده كنا بنسميه ايتوكتويد ريأكشن. معايا يا جماعه؟ ده بنسميه ايتوكتويد ايه ريأكشن. والدايجرام ده بيمثل نقطه مهمه قوي، ان الاي اي في الغالب بيبقى مور ستيبل عند درجه حراره عاليه. معايا؟ يفضل موجود لغايه درجه حراره ايه عاليه. نيجي نشوف الدايجرام اللي بعديه، نفس الدايجرام بس في وضع مختلف. وادي اليوتيكتر. الفرق بين الدايجرام ده والدايجرام ده، هنا الاي اي كان بيدوب شويه صغيرين من البي، الاي دبل اي بيدوب شويه كتير من البي. هنا العكس اتقلب الدايجرام، فهنا اي وهنا بي، هتلاقي هنا بي بلس اي اي سوليد سوليوشن، وهنا بي بلس اي دبل اي سوليد سوليوشن. المنطقه دي فيها اي اي سوليد سوليوشن، والمنطقه دي فيها اي دبل اي سوليد سوليوشن. معايا؟ طبعا ايه تكمله الايه برضه عمليه الايه ترانزيشن بين الاثنين لازم هتاخد المنظر ده. معايا؟ ودي بنسميها التي الكترونيك. طبعا واضح ان الايه في الحاله دي اقدر اقول ان هو ايه، بنسميه انستيبل، بيحصل له عمليه تحول من اي اي لاي دبل اي ولكن عند تمبريتشر قليله. معايا؟ ما عدا في الحاله دي الاي اي يفضل معاك فتره طويله لغايه ما توصل للتي الكترونيك. هنا هتلاقي الاي اي على طول بيحصل له تشينج الاي دبل اي مباشره. وقلنا النقطه دي بتمثل ايه؟ نفس القصه. اوف لاين كده بعد اذنك هتلاقي اي اي solid solution لما تعمله هنا cooling، هنا التانية ايه؟ heating، هيديك b plus a double i solid solution. ادي المنظر بتاعنا، وادي two reaction، وده كنا بنسميه pertuctoid reaction. احنا كده خلصنا معظم الرياكشنز اللي بتتم. طيب احنا قلنا في three component system دايما السؤال بيجي لك حاجه من اتنين، يا اما يديك دايجرام وانت تحاول تفهم الدايجرام ده بيتكلم عن ايه، ويطلب منك شويه ريكوايرمنت يقول لك كذا عايز كذا وكذا وكذا، هنشوف مع بعض كده. يا اما يديك داتا ويقول لك ارسم الدايجرام دون، ويطلب منك برضو نفس الايه الحاجات اللي هينام دون عشان خاطر ايه انت مش حاسس بنوم دي. فالدايجرام اللي هو ادهولي دون، طبعا هو كتب لي شويه حاجات مساعدات. خلي بالك انت عندك السيليكا ها لها صورتين، حاجه بنسميها كريستبلايت وحاجه اسمها تريدبايت. فالسيليكا له صورتين تأصليتين. اما الالومنيوم اوكسايد هو الاسم التجاري بتاعه بنسميه كوراندم. معايا؟ وله صوره واحده تعمل معايا. وفي بيتكون ها انترميديت كومباوند بنسميه مولايت. الانترميديت كومباوند ده لو حضرتك بصيت عليه كده هيبقى عباره عن 4 AL2 3 و2 SiO2. معايا؟ بس انا جمعهم على بعض، يعني ما انت عندك 4 يبقى 8 ايه؟ معايا؟ ال Si 2 Si والاكسجين بقى كام؟ 12 و4 16. معايا يا جماعه؟ ده بنسميه انترميديت كومباوند. طيب حد يقدر يعلق على الدايجرام كده ولو بدقيقتين كده؟ ها الانترميديت كومباوند اهو ده اللي كنا بنسميه سي سوليد سوليوشن. اول حاجه عندك باينري سيستم، يعني تو كومبوننت سيستم، بيتكون انترميديت كومباوند كونجريتلي ولا انكونجريتلي؟ كونجريتلي ميلت، ده اول حاجه. والانترميديت كومباوند ده بيدوب الالومنيوم اوكسايد والسيليكون اوكسايد. معايا؟ ولكن الالومنيوم اوكسايد ما بيدوبش السيليكون اوكسايد. معايا؟ ولا السيليكون بيدوب الايه؟ يعني ما فيش، لو سمينا كده ده بي وده ايه؟ وده سي. سي سوليد سوليوشن.
ولا الـ A بيدوب الـ B ولا الـ B بيدوب الـ A، ولكن الـ intermediate compound اللي هو C بيدوب الاثنين مع بعض. معايا؟ ادي دي الـ T anadromic عملية التحول من أول فيز بيظهر لك اللي هو تريد مارك. بعد كده عند النقطة دي بيبدأ يتحول لكريستولاين. معايا؟ وهنا ده يوتكتك وهنا يوتكتك. يبقى عندك تو انترميديت، عندك سوري وان انترميديت كومباوند كونكريتلي ميلتد بيكون يوتكتك مع الاي وبيكون يوتكتك مع البي، وعندك الكتروبيك ترانزيشن للاي للسيليكون دايوكسيد. معايا يا شباب؟ ادوا له استفسار، لازم تبقى عارف الكلام ده. بيطلب منك ايه بقى؟ اوقات كتير اول حاجه يجي يقول لي ايه الانفاريانت بوينت اللي عندك؟ ايه مفهوم كلمه انفاريانت بوينت الاول؟ كلمه انفاريانت بوينت معناه ان مفيش عندك متغيرات، يبقى الديجري اوف فريدم بكام؟ بزيرو. اهو يبقى ده النقطه دي والنقطه دي الاثنين يتكلم، وبيطلب منك الرياكشن، وفي الغالب بيبقى حاطط لك في الدياجرام التمبريتشر، بحيث يقول لك اكتب لي الرياكشن واكتب لي التمبريتشر واكتب لي الكومبوزيشن بتاع الفيزز اللي بتظهر لك. فنيجي نمسك اي واحد فيهم، ادي ده كده ليكويد عند التمبريتشر دي هيديني واللايف زي الكرانل. طب لو حبيت اعرف الكومبوزيشن بتاعهم اهو، شايف الكومبوزيشن بتاعهم اهو، يبقى تنزل تقرا الكومبوزيشن بتاع اللايف وتنزل تقرا. طبعا انت مش هتقرا هنا الكومبوزيشن بتاع اللايف، انت هتقرا الكومبوزيشن بتاع الالومنيوم اوكسايد والسيليكون داكسايد. معايا يا شباب؟ والالومنيوم اوكسايد هنا 100% في اي مشاكل؟ طيب ساعات يجي يقول لي ايه؟ لو انا عند درجه حراره كذا ايه الفيز اللي بيظهر لك؟ ده اول سؤال. هيقول لي ايه؟ ها الكوراندم والمونلاين. طب البرسنت بتاع كل واحد فيهم هتعمل تاي لاين من غير ما تفكر كده، تروح عامل تاي لاين عند التمبريتشر اللي هو محددها لك، ده بيمثل المونلايت وده بيمثل الكراندم، والليفر ارم برنسبل بعد اذنك تقدر بسهوله تعرف ايه البرسنت. عمليه سهله وبسيطه مفيش اي مشاكل. اه ممكن يجي لك دياجرام صعب شويه، وهنتكلم على الايرن كاربون دياجرام بعد كده، اللي بيطلب منك شويه حاجات لازم تبقى عارف الحاجات دي. طب السؤال رقم واحد، هو تي ايه ده invariant point ولا لا؟ وليه؟ تهز راسك اه ولا لا او مش فاهم؟ ليه invariant point؟ عرفت منين؟ ما تقول لي الاف بيساوي صفر، ما تقوليش الاف بيساوي صفر وخلاص. ايه هما؟ طبعا هو غلط صحيح. هو انا عند النقطة دي ما عنديش 3 phase. اولا ها عندي 2 فيز AI و AII، بس النقطة دي 1 component system، فمعادلة دي جيب فيها ما هتبقى F 2 minus B. معايا يا شباب؟ فعندك 2 فيز يبقى ايه؟ 2 minus 2 equal ايه؟ 0. يبقى دي من النقط اللي هي invariant point. ما تنساش نقطة مهمة الناس بتنساها وسط الأحداث، الميلتنج بوينت هنا دي invariant point، والميلتنج بوينت هنا invariant ايه؟ point. معايا يا شباب؟ لازم تخلي بالك من الكلام ده. نيجي نتكلم على الارن كاربون دياجرام كده كرسمه بسرعه، وبعدين ندخل بقى في 3 كومبوننت سيستم. طيب يعني واضح ان الحديد له كام صوره تأصليه. انا هكمل الدياجرام معاكم واحنا ماشيين واحده واحده كده. عنده كام صوره؟ ايه هما الثلاثة؟ الفا اللي هو بسميه في الرايت، وجاما بسميه اوستونايت، وخلي بالك ده سوليد سوليوشن. يعني ايه سوليد سوليوشن؟ وعرفت منين ان هو سوليد سوليوشن؟ المنطقة دي كده معناه ان في سوليبيليتي، الحديد مدوب الكربون. معايا؟ وسيجما، التلاتة فيز دول تلات صور تأصلية. طب لو حبيت اسألك درجة الحرارة دي اسميها ايه؟ ودي اسميها ايه؟ ودي اسميها ايه؟ لاحظ الناس الناحيه دي في بعض الناس مشتركه معاها، والناحيه الثانيه ضيوف شرف الظاهر. ها
ايه الثلاث درجات حراره دول اسميهم ايه؟ ده تي الكتروبيك 1 لعمليه التحول من الفا لجاما، ودي تي الكتروبيك 2 اللي هي من جاما لسيجما، ودي البيلدنج بوينت بتاعتي. طيب ساعات بنديك دايجرام كده ونقول لك اكتب لي بقى الفيزز المختلفه. ها دي اول سؤال، نديك دايجرام فاضي ومديك بعض الحاجات اللي هتساعدك مش اكتر. طب هنا الفيز اللي موجود عندك عباره عن ايه؟ الفا اف 3 هنا، هنا بقى في ايه هنا؟ طيب هنا في ايه؟ طب المنطقه دي فيها ايه؟ طيب ده اول حاجه. سؤال دايما التقليدي اللي بيجي في كل رسمه يقول لك الدايجرام ده مرسوم باي ويت ولا باي مول؟ الدايجرام ده واعرف منين؟ مديك دايجرام رسمه، اولا ده جزء من الدايجرام على فكره مش الدايجرام كله، لانه واضح ان الكربون هتلاقيه هنا ده انترميديا كومباوند، وهو كاتب لي البرسنت بتاعتي مش انا مش عارف قوي، بس هي 0.67 ده مديني ماس فراكشن ولا مول فراكشن لسه ما نعرفش. ها فبيقول لي الدايجرام ده مرسوم باي ويت ولا باي مول، واعرف منين ايه النقطه اللي انا تقدر تقول لي اذا كان ده باي ويت ولا باي مول؟ هي حاجه بسيطه قوي، باي مول. عرفت منين ان هو باي مول؟ من الانترميديت كومباوند بيعرفك ان هو مرسوم باي ويت ولا باي مول ازاي. اف اي 3 سي نسبه الكربون كام في الميه؟ 25% صح؟ لو دي متحققه عند 25% يبقى ده باي مول. لو طبعا هي واضح النقطه دي 6.7 معلش هي يعني في حاجه شايفها كويس بس دي تقريبا البرسنت دي 6.7 تقريبا معايا؟ فمش محققه يبقى الايه الدايجرام ده باي ويت. طيب نيجي نشوف كده راي حضرتك ايه بقى في الايه في الانفاريانت بوينت اللي موجوده. النقطه دي اسميها ايه؟ والنقطه دي مش عارف اللاين ده اسميه ايه؟ والنقطه دي اسميها ايه؟ حد يعرف؟ اول واحده وقف كده اهو شايف رياكشن جاما لما برده يديني الفا زائد اف اي 3 سي. خلي بالك بقى لو حد بيقول لي ايه الكومبوزيشن كمان اروح نازل كده هيديني الفا بالكومبوزيشن ده، انزل اقراه من تحت معايا يا شباب. واف اي 3 سي اهو، وده عمليه كولينج يبقى ده بنسميه توكتويد رياكشن. طب هنا بنفس القصه ليكويد لما برده بيديني وده بنسميه ايوتكتيك يبقى ده ايوتكتويد وده ايه ايوتكتيك. طب يفضل بقى هنا اسمي ده ايه؟ ليه؟ ما هو ده برضه نقف وقفه بسيطه كده، جاما بيدي سيجما زائد بلس ليكويد ودي بسميها بريدكتيف بوينت. طب لو حبيت احط الكومبوزيشن بتاعي اعمل ايه؟ هو نفس القصه شايف؟ انا بحط فيرتيكال لاين كده ادي بيديني سيجما وليكويد بالكومبوزيشن ده، يعني ليكويد بالكومبوزيشن ده. حد له اي استفسار؟ يبقى ده باختصار بسيط جزء من الدايجرام وليس الدايجرام كله، وده عندي انترميديت كومباوند. لو سالتك ان كونجرتلي ميلتنج ولا كونجرتلي ميلتنج؟ ها؟ كونجرتلي ميلتنج. مين قال ان هو ان كونجرتلي ميلتنج؟ هو في بريكتف ظهر عندك؟ فده كونجرتلي ميلتنج، ده بيكون ايوتكتيك اهو، وفي نفس الوقت في عندك ثلاث صور تأصليه اللي هي الالفا والجاما والسيجما، وفي عندك هنا ايوتكتويد رياكشن وبرتكتك رياكشن وايوتكتك ايه رياكشن. لازم تتعلم ازاي تقرا الدياجرام بعد اذنك، لان انت مش هيجيلك على فكره احنا كل سنه بنجيب دياجرام مختلف
جلبش نفس الدياجرام بس هتلاقي نفس الكلام. يعني ايه نفس الكلام؟ اولا ساعات يقول لي مثلا الانترميديت كومباوند عندك كام انترميديت كومباوند معايا؟ يعني لو حبينا نرسم رسمه كده ونشوف حضرتك تعلق عليها. ايه الرسمه دي؟ حاجه كده سريعه كده. نعم انا هستاذنك بس تعلي صوتك عشان انا مستعجل. B plus liquid دي غلط صح؟ لا بزيتيس. ها طيب انا فاكرك هتقول حاجه تانية. اولا كام انترميديت كومباوند عندك؟ 2. طبعا عندك كام انفاريانت بوينت؟ قول لي بقى حضرتك كام invariant point؟ 5 فين الخمسة؟ ادي يبقى 1 2 3 4 5. طيب نيجي بقى نشوف ايه invariant point دي. ده كده اسميه ايه؟ بريتوكتويد رياكشن. وده اسميه ايه؟ الدكتور رياكشن. وده بريتكتد وده ايوتكتد وده ايه؟ مونوتكتد. ساعات بنقول له عايزين كومبوزيشن معايا؟ ساعات بنقول له كده اختار كومبوزيشن بحيث يمر بخمسه انفاريانت بوينت. انا في الحقيقه هنا لو انا اخترت ده كده ادي 1 2 3 4. لو اخترت هنا ادي 1 2 3 4. يعني ايه؟ طبعا انا مش هقدر اقول لك عشان خاطر الكويس فيه الكلام دوت. ادي المنظر بتاعنا اهو. ادي 1 صح كده؟ وادي هوريزونت وادي 1 وادي هوريزونت وادي 1. معايا يا جماعه؟ في عندك خمسة ثيرمال ريسك. ايه خمسة ثيرمال ريسك دول؟ بس دول اربعة اللي انا اعملهم. وحضرتك هتعمل في الكويز هتلاقي خمسة. انا بقول لك هو قبل ما اعمل الكويز. ادي ده بنسميه 5 ثيرمال ريسك. ادي 1 2 3 4. معايا؟ طبعا انا عايز اقول اللي ايه اللي عمال يلعب في الموبايل ده ان شاء الله باذن الله هطرده خلال فترة بسيطة. هو عارف نفسه كويس. نعم. الخمسة ايه؟ دي مين قال انها دي invariant point؟ مين اللي قال انها invariant point؟ هي دي كنا بنسميها الكونسوليوم تمبريتشر. ادي حاجات من هذا القبيل بيجيب لك دياجرام والدياجرام ده له وجود في الحقيقه. خلي بالك انت مش هتلاقي دياجرام مثلا فيه بريتكتف لوحده ودياجرام فيه يوتكتف لوحده. لا سيستم هتلاقيه فيه مجموعه من الانفاريانت بوينت بتتعامل معاها على طول. طيب طبعا في دياجرام بقى اخير ده كده حضرتك تبقى تبص عليه لانه شكله غير عاطفي بالمره. معايا؟ بس طبعا ما تبصش الدياجرام بصه كده بحيث انك انت اول ما تشوف تخاف منه ما تعرفش تتعامل معاه. هتقسمه ما فيهاش حاجه. يعني انا اجي اقف عند كل نقطه اشوف ايه اللي بيحصل. يعني انا مش محتاج اقعد ايه ابص للدياجرام كله مع بعض اقول لا ده صعب. لا ابص على دي اشوف كده ايه الرياكشن. بس لازم ابقى عارف الفايف رياكشنز او الرياكشنز المختلفه اللي احنا اتعاملنا معاها. لو سالتك سؤال بقى ايه الرياكشن اللي احنا اتعاملنا معاها؟ ها التكتك ابتدينا بالايوتكتك ها والمونوتكتك والبريتكتك وزاد عندنا الايتوكتويد والايه والبروتوكتويد. طيب نيجي نتكلم على الثري كومبوننت سيستم. ركز معايا شويه كده في الثري كومبوننت سيستم لان هو يعني تقيل شويتين. معايا؟
3 كومبوننت سيستم. التعامل معاه بصراحه هو صعب شويه بس احنا هنحاول نبسطه بقدر الامكان. هنبتدي دايما البدايه التقليديه كده، عندك كام بعد اذنك كام كومبوننت، وهنفترض ما عندناش اي ريستريكشن، ما عندناش اي ايه ريستريكشن. طيب يبقى الاف بيساوي ايه؟ طيب لو قلت لك الاف ماكسيمم ايه هما الاربعه؟ بريشر و2 كومبوزيشن. ليه ما قلتش 3 كومبوزيشن؟ هما 3 كومبوننت، فلو انت عارف الكومبوزيشن بتاع 2 يبقى سهل قوي تجيب الكومبوزيشن بتاع الايه؟ يبقى و2 كومبوزيشن. التعامل مع الكلام ده بيبقى صعب شويه، عشان كده احنا هنفرض ريستريكشن، يا اما ناخد الايزوثيرمال يا اما ناخد الايه؟ الايزوبار. هنتكلم على الايزوبارك دياجرام برضو نفس القصه. ها الاختلاف هيبقى عباره عن ايه؟ يبقى الاف 4 ماينس بي، ولو سالتك الاف ماكسيمم هيبقى عباره عن ايه؟ هما الثلاثه التمبريتشر و2 كومبوزيشن. عشان كده دايما 3 كومبوننت سيستم بنتعامل مع التراينج معاه. طبعا عندك مثلث كده التعامل معاه حاجات اخدتها شويه في اولى في الانترودكشن، معرفش اخدت الكلام ده في الانترودكشن ولا مخطوط. هنتعامل معاه وهي هنشوف كده هنتعامل معاه ازاي. طيب طبعا كنا بنرسم المثلث ده ازاي؟ هو في الحقيقه له طريقتين، طريقه منهم ممكن نرسمه كده وممكن نرسمه كده، مش هقول لا معايا. وفي دياجرامات بالطريقه دي وفي دياجرامات بالطريقه دي، ركز معايا لو تسمع. طبعا ده ايكوال سايد، فاحنا ده كل ده 10 سنتيمتر، طيب طبعا من غير ما افكر لو انا مثلا عايز اشوف بوينت جوه المثلث، لو عندك بوينت 1 مثلا طبعا لما يكون البوينت دي 20% A و 30% B من غير ما اقول لك يبقى كام في المية C معروف. طب ازاي بقى نشوف البوينت دي واقعه فين؟ طبعا واضح انها لازم تبقى واقعه جوه المثلث معايا. طب فين 20% A؟ اجي بعد اذنك اقف عند الـ A كده وعد ده 10 سم، 10 20 30 وانت ماشي، وهنا برضو 10 20 وانت ماشي. فانت 20% A ادي 20% A وترسم خط بارل البيز اللي هي مقابله للايه؟ معايا يا جماعه؟ الخط ده بيمثل ايه؟ اي كومبوزيشن بيحتوي على 20% ايه؟ طيب 30% بي، نفس القصه، ادي البي هوك مشتركه في السايد ده مشتركه في السايد ده برضو 30%، ادي البي هوك 10 20 30. وانا على فكره مش محتاج ان انا من ناحيه دي والناحيه دي، ممكن اشوف البيز مقابله لها واروح راسم بارل لها. معايا يا جماعه؟ يبقى البوينت دي اللي هي بوينت 1 اللي هي 20% A و 30% B. معايا يا شباب؟ طيب لو جيت قلت لك دي بوينت 1 كده نتكلم عنها، لو عندك 30% A و 70% B النقطه دي فين؟ أولاً ده باينري سيستم، مش ترني إيه؟ مش ترشني سيستم، ده باينري سيستم. يبقى النقطة دي واقعة على السايد A B أهو 30% A، أدي الـ A 10 20 30، أدي البوينت بتاعتي. معايا يا جماعة؟ طبعاً إحنا هنحتاج الكلام ده بس قدام شوية. طب نيجي نشوف بوينت ثالثة كده ونشوف وجهة نظرك فيها إيه؟ ممكن معلش إيه؟ دي 30% A و 70% B، واضح انها باينري سيستم يعني تو كومبوننت بس. ما هو مقفله 100%. ما دام مقفله في 100% بقى هو على السايد A B. طب نيجي نشوف البوينت الايه الثالثه. لو عندك قال لك ال B وال C الريشيو 1 ل 3.
و 10% A. لا خلينا 1 ل 2 ناسي. و 10% A. قدامك طريقتين. ايه هما الطريقتين دول؟ الطريقة الأولانية مش 10% A يبقى 90% كام؟ يبقى ال B وال C مع بعض بيمثلوا 90%. طب نسبة ال B كام؟ معايا يا جماعة؟ نسبة ال B هتبقى 1 على 3 من 90، ونسبة ال C يبقى ده 30 وده 60. معايا؟ ده حاجة. حاجة تانية يجي يقول لك إيه بقى؟ ركز بقى معايا. قال لك فين ال B لل C؟ أجي آخد أشوف السايد اللي هو فيه B C أقسمه بنسبة 1 ل 2. معايا؟ يعني 33% B و 67% C. ادي 33% B اهو. معايا يا جماعة؟ اهو. عرفت منين؟ ما هو 1 ل 2 يبقى B 33% وال C 67%. واروح موصل بالايه؟ لاين كده. اللاين ده بيمثل ايه بقى؟ اي ميكشر الريشيو ما بين ال B لل C 1 ل 2. بعد كده ادور على 10% ايه؟ اهو 10% ايه؟ اروح راسم الايه؟ لاين بارلل للايه؟ للبيز الموقع للايه؟ ادي البوينت بتاعتي اهي. حد فاهم حاجة؟ لا. البي نص السي. ها؟ يعني ايه؟ انت لو تخيل انت عندك ميكشر من البي والسي بس. معايا؟ والريشيو بينهم 1 ل 2. يبقى البي التلت وايه والسي التلتين. فهو عمل ايه في البوينت دي؟ قال لك انا بالظبط زي ما يكون عندي ميكشر، الميكشر ده عباره عن بي بلس سي وضفت عليهم ايه؟ فعمل ايه؟ اهو الريشيو ما بين البي للسي 1 ل 2، ادي البي وادي السي، قسم دوت بنسبه 1 ل 2، يعني البي 33% فانا شفت ال 33%. يبقى انا جبت النقطه الاولانيه اللي هي B بلس C. عشان طبيعي المكشر بتاعي A و B و C فوصلتها بالA ومديت. بعد كده لازم يحقق لي 10% A، جيت عند 10% A ورسمت ايه؟ برز الكلام. هتفهم حاجه؟ ده كده طريقه، قدامك سكتين، سكه منهم انك انت تريح دماغك وتقول ايه؟ ده 10% يبقى 90% B و C، قسمها بنسبه 1 ل 2. معايا؟ او طريقه تانية انك انت تعتبر عندك ميكشر ما بين البي والسي لوحده والاي لوحده، فمسك البي والسي ريشو 1 ل 2 يبقى البي 33% والسي 67%، فجه للسايد اللي فيه بي سي واقسمه بالنسبه دي 1 ل 2. يبقى دي النقطه الاولانيه ومعاهم ايه؟ فوصلها بالايه؟ هو ليه اختار الايه عشان يوصلها؟ لان الميكشر ده عباره عن بي سي مع الايه، فوصلها بالايه. يبقى ده اللاين ده بيمثل اي ميكشر يحتوي على ريشو ما بين البي والسي 1 ل 2. طيب في نقطه ثانيه قال لك 10% ايه؟ جيت عند الايه؟ شفت ال 10% فين ورسمت برر البيز المقابله ده. ادي البوينت بتاعتي. يبقى دي النقطه بتاعتي. فانت قدامك كذا طريقه عشان تمثل البوينتس الايه؟ المختلفه. طيب نيجي نتكلم عن الفيبر ليكويد. ركز بقى معايا لو تسمع عشان العمليه مش سهله شويه في فري كومبوننت سيستم. حد عايز حاجه من الكلام ده؟ دايما عشان اوضح لك العمليه ماشيه ازاي هتلاقيني دايما بتكلم في الباينري سيستم وبعد كده انقل لك على الترنري ايه سيستم بحيث ان حضرتك تعرف العمليه ماشيه ازاي. ده لو عرفت، ما عرفتش دي مشكله تانية. هنتكلم على سيستم اللي هو فيبر ليكويد. طيب في الباينري سيستم عامل منظره ازاي؟ اهو ادي الدايجرام بتاعنا، ادي الاي وادي البي. خلي بالك احنا هنتكلم على فيبر ليكويد مش هنتكلم على سوليد ليكويد لسه، سوليد ليكويد ده في الاخر، بس احنا هنتكلم على حاجه اسمها فيبر ليكويد. الدايجرام بتاعي عامل ازاي؟ دي البويلنج بوينت بتاع الاي ودي البويلنج بوينت بتاع البي، وهنا ليكويد
وهنا فيبر معايا يا جماعه. طب نيجي نشوف بقى في الترمينال سيستم عامل ازاي. ركز معايا عشان خاطر يعني العمليه عايزه شويه تخيل بسيط من حضرتك. ادي المثلث اللي احنا رسمناه معايا، وادي التمبريتشر بتاعتي اهي. حد معاه مثلث في الاول؟ حد معاه اي مثلث؟ حد شاف الثلاث اقلام دول معايا؟ انا بالظبط اهو، ادي المثلث بتاعي اللي هو تحت ده كده، وادي التمبريتشر. في اي مشاكل؟ طيب خلي بالك بقى، هو السيستم دون عباره عن ها نفس السيستم بتاع الباينري بس متجمع مع بعضه. ما بين ادي لو قلنا هنا A وB وC، ركز معايا، ما بين الـ A والـ B، انا بس عشان خاطر تبقى نفس الرسمه اللي موجوده في النوتس واشوف، ادي المنظر بتاعنا. في باينري سيستم ما بين الـ A والـ B، وفي باينري سيستم ما بين الـ A والـ C، وفي باينري سيستم ما بين الـ A الـ C والـ B. حد فاهم حاجة؟ أو حد تخيل حاجة؟ أنا بالظبط زي ما يكون إيه؟ في باينري سيستم هنا، وفي باينري سيستم هنا معايا؟ وفي باينري سيستم هنا، هيظهر لك المنظر كما لو كان عامل كده معايا؟ أو ممكن يبقى عامل كده، أو ممكن يبقى عامل كده. هو بيعتمد على إيه؟ حسب البويلينج بوينت الأعلى، حسب البويلنج بوينت بتاعتي الايه الاعلى. حد فاهم حاجه من الرسمه دي؟ طيب قبل ما نكمل كلامنا، انا عندي في الحقيقه برضو في ليكويدس بس بنسميه ليكويدس سيرفيس وفي فيبرس سيرفيس. فين الليكويدس سيرفيس والفيبرس سيرفيس؟ لو انا حصلت لك كده بس عشان ايه حضرتك تتابع معايا، اللي انا مقشره دون بنسميه ايه؟ الفيبرس سيرفيس، اللي هو عامل زي ده اهو، ده بنسميه الفيبرس كيرف. وفي الكيرف اللي تحت دون معايا يا شباب، ده بنسميه الليكويدس سيرفيس. بس في اختلاف، بدل ما نقول الليكويدس كيرف والفيبرس كيرف تلاقي المنظر عامل كده. المنطقه تحت منطقه ليكويد، وفي جاب فيها ليكويد فيبر، وفي فوق فيبر. وصلت ولا ما وصلتش؟ خلي بالك عشان هنبني كلامنا على حاجه زي كده. طيب نرجع تاني للباينري سيستم ونقول لك لو حضرتك عندك ميكشر من A وB وسخنت لغايه بيت في المنطقه دي، ركز معايا لو تسمع، اعمل ايه بقى؟ لو جيت قلت لك ايه الفيز اللي موجود هتقول لي حضرتك ايه؟ ليكويد بيبر. طيب لو جيت قلت لك الكومبوزيشن بتاع البيبر والكومبوزيشن بتاع الليكويد، هتعمل تاي لاين. ده الكومبوزيشن بتاع البيبر وده الكومبوزيشن بتاع الليكويد. طب عايزين نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. لو عندي بوينت هنا جوه المثلث، انا مش هقدر اقول لك بوينت على اي سايد من السايدز الموجوده لان ده باينري، فما فيش مشكله بينطبق عليه الكلام ده. لو نقطه جوه المثلث وسخنت لغايه ما لقيت هنا، ايه هنا دي؟ مهم قوي ابقى عارف فين هنا بقى. لغايه انا سخنت لغايه ما بقيت في الجاب اللي هي في النص دي. اول سؤال، الفيز اللي موجود عندك ايه؟ هتقول لي ليكويد فيبر، مفيش مشكله. طب انا عايز اعرف الكومبوزيشن بتاع الفيبر والكومبوزيشن بتاع الليكويد، اتصرف ازاي؟ في الباينري سيستم كنا بنعمل هوريزونتال لاين، هو ده التاي لاين بتاعي. هنا بقى هتصرف ازاي؟ قال لك حضرتك هتمرر تاي تريانجل، مثلث موازي او بارلل للايه؟ للبيس بتاعتك، للقاعده بتاعتك. معايا يا شباب؟ مرر مثلث، المثلث ده لما يمر في الجاب دي تفتكر ايه اللي هيحصل؟ لا ما انا هروح بيتنا بقى، هروح بيتنا. انا عايز واحد بس يتكلم عشان كلنا نسمعه. نعم. لا مش هو ده اللي انا عايزه. المثلث وانت اولا انا همرره فين بالظبط؟ دي نقطة رقم واحد. عند التمبريتشر اللي هو ايه؟ هو سخن من هنا لغاية ما وصل للجاب دي.
يبقى هو بيحدد لي وانا هعرف منين انا في الجاب ولا تحت الجاب ولا فوق الجاب. قال لي عند تمبريتشر معين فانا التمبريتشر دي صفت انها جوه الايه الجاب. فانا همرر تايت رانجل. خلي بالك بس شوف الاول المثلث ده هيعمل ايه وهو ماشي كده. مش هيقطع لك ده فكر. بس خلي بالك هو ماشي في الاول ماشي في منطقه الفيبر معايا يا جماعه. ماشي في منطقه الايه الفيبر. هيقطع لك ده فكر ونكمل. هيكمل هنا في الزون اللي فيها ليكويد فيبر ويروح قطع لك الفيبر سيرفيس في كيرف ويكمل مساره في الليكويد. حد فاهم حاجه؟ هو حسب المعلومه دي هتوقف الكلام اللي احنا هنتكلم عنه. انت بالظبط لو تخيلت المنظر عامل كده بعد اذنك. انت متخيل الجاب دي بعد اذنك كده؟ هو المنظر قريب بالكلام ده. انت هتمرر مثلث. المثلث ده هيعمل ايه؟ هيقطع لك هنا في كيرف ويقطع لك الناحيه الثانيه في كيرف لان المثلث ده هوريزونتال. معايا؟ مرر مثلث. المثلث ده هيقطع لك ده في كيرف ويقطع لك الناحيه الثانيه في ايه؟ في كيرف. لان هيقطع لك الفيبرس في كيرف ويقطع لك الليكودس في ايه؟ في كيرف. بس خلي بالك وهو ماشي كده هو ماشي في انهي زون الاول؟ ده كان فيبر بس وبعدين قطع لك هنا في كيرف وبعدين قطع لك هنا في كيرف وكمل في منطقه الايه؟ الليكود. هيظهر لك المنظر دوت. شايف نفس المنظر اهو. معايا يا جماعه؟ طب ايه رايك لو المنطقه الجاب عامله كده وهتمرر المثلث كده هيحصل ايه؟ ايه الاختلاف بين الحاله دي والحاله دي؟ لا انا مش سامع. ها بس بتقول حاجه. هيمشي في منطقه الليكويد الاول. ما هو الجاب دي تحت هنا ليكويد وفوق هنا ايه فيبر. فانت لما تمرره كده هيمشي في منطقه الليكويد الاول ويقطع لك هنا في كيرف وبعد كده هيكمل في منطقه الفيبر ليكويد وبعدين يقطع لك في الكيرف ويكمل في منطقه الفيبر. فيظهر لك المثلث ده ويظهر لك كيرفين. فالمثلث اللي انت هتمرره هيقطع لك. شايف انت هتمرر المثلث فوق. المثلث بدل المثلث ده بالظبط فوق كده وهو ماشي هيقطع لك هنا في كيرف وهيقطع لك في الايه في السيرفس اللي تحت ده في كيرف. بس هو ماشي كده الاول هيبقى ماشي في منطقه الفيبر بتاعتك. فيظهر لك الكيرفين دول. ركز بقى معايا عشان انا هقول لك ازاي ترسم الكيرفين دول من غير ما الدياجرام ده يبقى عندك. لان السؤال رقم واحد هو انا اعرف منين المنطقه دي منطقه ليكويد ولا فيبر؟ معايا؟ ممكن الرسمه تجي لك كده. شايف بقى انا هرسم لك كذا رسمه. نفس الرسمه بس ايه؟ هنا منطقه ليكويد منطقه فيبر منطقه فيبر زائد ليكويد. طب ايه رايك بقى في حاجه ثانيه خالص؟ ايه رايك ممكن الكيرفين يبقوا كده وانا اعرف منين؟ معايا؟ انا الرسمه اولا دي مش معايا خالص مش موجوده قدامي عشان اعرف. اعرف منين ان الكيرفين واخدين المنظر ده؟ لان هرسم لك رسمه اخيره. ما هو ممكن المنظر يتعمل لك كده. معايا يا جماعه؟ في احتمالات كتير. طب انا هتصرف ازاي؟ نيجي نشوف هنعرف الكيرفين دول ازاي واعرف النقطه بتاعتي فين. ركز معايا في الحته دي بعد اذنك عشان ايه؟ ادي المثلث بتاعي A B C. ركز بقى معايا. هو المثلث وهو ماشي وهو ماشي بيقطع لك هنا في كيرف. ده كنا بنسميه ايه ده؟ مش ده بنسميه الليكويدز. معايا؟ طب لو انا سالتك سؤال في الباينري سيستم ده كنا بنسميه ايه؟ طب لو سالتك سؤال بقى ايه معدل؟ ايه المعدل اللي بتحكمه في حاله الايديال سيستم؟ المعادله البي ايكوال البارشال بريشر بتاع الاي بلس البارشال بريشر بتاع البي. صح كده؟ طب في 3 كومبوننت سيستم المعادله بتاعتي عباره عن ايه؟ قال لك البي ايكوال البارشال بريشر بتاع الاي بلس البارشال بريشر بتاع البي بلس البارشال بريشر بتاع السي. ركز معايا لو تسمع. طيب بالنسبه للايديال سيستم هتبقى البيبر بريشر بتاع الاي في الاكس اي بلس البيبر بريشر بتاع البي في الاكس بي بلس البيبر بريشر بتاع السي في الاكس سي. معايا؟ وعندي معادله اخيره
ان الاكس اي بلس الاكس بي بلس الاكس سي ايكوال ايه 1. شوف من خلال دول هرسم لك اول كيرف. ركز بقى معايا بس. ها يبقى عندي معادلتين. المعادله الاولانيه دي عباره عن ايه؟ معادله تقاطع التايتر انجل مع الليكويد سيرفيس. تاني يا جماعه، ها انا عندي الباينري سيستم الكيرف دوت في حاله الايديال كانت الايكويشن بتاعته ايه؟ خلي بالك انا بتكلم بس في حاله الايديال. البي بيساوي البارشال بريشر بتاع ايه بلس البارشال بريشر بتاع البي. في الثري كومبوننت سيستم هضيف البارشال بريشر بتاع السي. طيب يبقى هشيل البارشال بريشر اللي هو من راؤول سلو البيبر بريشر بتاع الايه في الاكس ايه بلس البيبر بريشر بتاع البي في الاكس بي بلس البيبر بريشر بتاع السي في الاكس سي، وعندك اكس ايه بلس اكس بي بلس اكس سي ايكوال ايه 1. طب السؤال رقم واحد، من دول هرسم الكيرف ده ازاي؟ ركز بقى معايا لو تسمع. اول حاجه هقول لك كلمتين، اي نعم مش هتفهمهم بس مش مشكله. هلف بالمعادلتين دول على 3 سايد. ركز معايا يعني ايه الكلام ده. اول فرد ليا هقول له اسيوم الاكس اي بزيرو. هفرض الاكس اي بزيرو. فين الاكس اي بزيرو؟ معايا يا جماعه؟ عوض في المعادلتين دول بعد اذنك. هقول البي توتال ايكوال البيبر بريشر بتاع البي في الاكس بي بلس البيبر بريشر بتاع السي في الاكس سي، والاكس بي بلس الاكس سي ايكوال ايه 1. سؤال رقم واحد، ايه الداتا اللي انا عارفها؟ انا عارف البي توتال وعارف البيبر بريشر بتاع كل واحد فيهم. معايا؟ المشكله في الاكسات. طيب انا فرضت الاكس اي بزيرو وعوضت في التو ايكويشن دول. معايا يا جماعه؟ طب ايه رايك معادله في تو انون؟ اقدر احسب الاكس بي والاكس سي. قدامك حاجه من اتنين، ركز معايا. اوقات يطلع لك الاكس بي ماينس 0.2 والاكس سي 1.2. هل ده حل منطقي؟ يبقى افهم من هنا ان هو ما بيقطعش الايه البي سي خالص، ولازم احط في دماغي ان هو هيقطع التو سايد التانيين. يبقى تاني المعادلتين دول هرسم اول كيرف هيمر بين التو سايد، بس انا ما اعرفش انهي تو سايد. فاول حاجه هتفرض الاكس ايه وتعوض في تو اكويشن، ولازم تبقى عارف ايه الداتا اللي انت البي توتال انت عارفها في السيستم بتاعك، والبيبر بريشر لان هو بيبقى مديك التمبريتشر فانت عارف البيبر بريشر بتاع كل واحد فيهم. المشكله بالنسبه لي الاكس اي والاكس بي والاكس سي. فانا هفرض الاكس اي بزيرو وعوض في التو اكويشن، قدامك حاجه من الاثنين. ايه رايك لو الاكس بي طلعت 0.1 والاكس سي 0.9؟ يبقى هيقطع السايد بي سي. طب خلينا نمشي بنفس الاسلوب، واحده طلعت بالنيجاتيف واحده اكبر من واحد من 1، يبقى معنى كده ان الكلام ده مش مظبوط، يبقى هو استحاله يقطع السايد بي سي. طيب نيجي نشوف بقى. هفرض الاكس سي ايكوال 0، الف على 3 سايد. طيب وعوض البي توتال ايكوال البيبر بريشر بتاع الاي في الاكس اي بلس البيبر بريشر بتاع البي في الاكس بي، والاكس اي بلس الاكس بي ايكوال 1. هحل المعادلتين دول وليكن الاكس اي 0.3 والاكس بي 0.7. يبقى انا جبت اول نقطه. طيب فين بقى الاكس اي 0؟ هنا الاكس اي 0.3 ادي النقطه بتاعتي. طيب هفرض الاكس بي بزيرو، شايف اكس بي بيساوي زيرو، وعوض البي توتال بيساوي البيبر بريشر بتاع ايه في الاكس اي بلس البيبر بريشر بتاع سي في الاكس سي، والاكس اي بلس الاكس سي ايكوال 1. احل الاثنين دول مع بعض وليكن الاكس اي 0.4 والاكس سي 0.6. اجي اشوف 0.4 ادي نقطه، يبقى انا جبت نقطتين اتنين. ركز بقى معايا لو تسمع، عشان النقط اللي بعد كده المشكله في النقط اللي بعد كده. حد عنده تصور اجيب نقط تانيه ازاي ولا مفيش اي تصور؟ لا ما انا لسه مخلصتش.
ما انا الكيرف بتاعي ده، ايه رايك اعمله كده واصوبه بايدي ولا لازم انا محتاج كذا نقطه؟ ايه رايك لو انا عملت كده؟ ركز بقى معايا، بس العمليه متوقفه عليك، يا اما تصعبها على نفسك يا اما تسهلها على نفسك. يعني ايه؟ ايه راي حضرتك لو انا قلت له هاخد الاكس بي 10%؟ هو 10% دي مش هتمر بين النقطتين؟ معايا؟ 20% هتمر بين النقطتين، 30%، المهم انها تبقى في الرينج بين ال 2.2 دول. طب واحد تاني ايه رايك؟ ليه افرض الاكس بي؟ طب ما افرض الاكس سي؟ ايه رايك لو انا عملت كده؟ الاكس سي اخدتها 10% كده، مش هتمر بين النقطتين؟ طب ايه رايك واحد تاني يفكر باسلوب صعب شويه؟ طب ما افرض الاكس اي، انا ايه اللي خلاني افرض الاكس بي او الاكس سي بالذات؟ ايه الحكمه في ان انا هفرض الاثنين دول ما افرضش قيمه الاكس اي؟ الاكس اي اللي انت هتفرضها لو انت عايز لازم تمر بين النقطتين دول. افرض انت اخدتها هنا، هتقطع الكيرف بتاعك، اخدتها هنا، اخدتها هنا. فعشان كده السايد بعد اذنك اللي ما بيحصلش تقاطع معاه ما افرضش قيمه للاكس اي. طيب هاخد الاكس بي 0.9 واطبق بقى، اقول له البي توتال ايكوال البيبر بريشر بتاع الاي في الاكس اي بلس 0.9 في البيبر بريشر بتاع البي بلس البيبر بريشر بتاع السي في الاكس سي، والاكس اي بلس 0.1 بلس الاكس سي ايكوال 1. ايه رايك؟ هحل المعادلتين دول اجيب الاكس اي والاكس سي، ينفع؟ واقدر اشوف النقطه بتاعتي فين، يبقى انا جبت نقطه كمان. معايا؟ حد فاهم حاجه اقوله ولا بكلم نفسي؟ ها ثانيه واحده، علي صوتك يا استاذ. انا فرضت الاكس بي، انا قلت اخر حاجه افكر فيها ان انا افرض الاكس اي، انا افضل ليا افرض الاكس بي او الاكس سي. معايا؟ ما عدا لو فرضت الاكس ايه، ما انا ممكن افرض الاكس ايه وفي الحاله دي مفيش تقاطع بينه وبين الكيرف بتاعي. طيب هاخد فرض تاني كده، عايز حد يساعدني في الموضوع دوت. هاخد الاكس بي 0.2 معايا، واعوض في التو ايكويشن دول واجيب نقطه واوصلهم ببعض كده. معايا؟ الاول قبل ما نكمل، حد فهم الكيرف ده عامل ازاي؟ رسمناه ازاي؟ قبل ما نفكر نشوف الكيرف الثاني هنعمله ازاي بعد اذنك. يبقى انا عندي معادلتين، المعادلتين دول هلف بيهم على 3 سايد غصب عني. اشوف اول سايد افرض الاكس اي بزيرو واشوف الايه؟ الاكس بي والاكس سي. لو طلع حل منطقي يبقى ده قطع السايد ده، ما طلعش منطقي يبقى ادور على السايد الثانيه. معايا يا جماعه؟ فرضت الاكس سي بزيرو وفرضت الاكس بي 3 سايد. طبعا لو صفت معاك من اول سايد اداك فاليو منطقيه والسايد الثاني اداك فاليو منطقيه، يبقى الثالث اكيد مش هقطع، مش محتاج. المهم بعد ما جبت النقطتين دول دي الحدود بتاعتي، افرض قيم للاكس بي او الاكس سي واحل واطبق في المعادلتين واجيب الاكس اي والاكس سي. معايا يا جماعه؟ افرض قيم للاكس بي او الاكس سي. ليه بفرض القيم دي؟ لان انا متاكد انها هتقطع لي الكيرف بتاعي. طيب سؤال، ادي الكيرف الاولاني، طب تفتكر الكيرف الثاني هيجي فين؟ هيجي فوق كده ولا هيجي تحت كده؟ متوقع كل الاحتمالات. طب السؤال رقم واحد، ايه المعادله اللي من خلالها هقسم ايه الكلام ده؟ ايه رايك انت لو مسكت اي بوينت، مش انت عارف الاكس اي والاكس بي بعد اذنك، وعارف هنا ايه؟ وهنا لو انت النقط دي مش انت عارف الكومبوزيشن بتاعها، ايه رايك بقى هجيب لك ثلاث معادلات. حد عايز حاجه من الكلام ده قبل ما نكمل؟ عندي ثلاث معادلات برضو هستخدمهم. ايه رايك؟ مش الواي اي ايكوال البيبر بريشر بتاع الاي في الاكس اي على البي توتال؟ انت عارف البيبر بريشر بتاع الاي وعارف البي توتال، والواي بي بيساوي البيبر بريشر بتاع البي
على البي توتال في الاكس بي، والواي سي يساوي البيبر بريشر بتاع السي في الاكس سي على البي توتال. عندك الثلاث معادلات دول صح؟ ايه راي حضرتك بقى؟ خد كل نقطه وشوف الوضع عامل ازاي. انت عارف الاكس اي والاكس بي عند النقطه دي، مش تعوض تقدر تجيب الواي اي والواي بي؟ ركز معايا، ها خلي بالك من اول نقطه اعرف الكيرف ده هيبقى فوق ولا تحت دلوقتي. يبقى تاني عندي همسك النقطتين اللي ابتديت بيهم، هم دول بدايه الحل بتاعي، هعوض بالاكس اي والاكس بي. معايا؟ عندك البيبر بريشر وعندك البي توتال، تقدر تجيب الواي اي والواي بي، هتلاقي عندك نقطه. معايا؟ نفس القصه عندك الاكس اي والاكس سي، عوض بعد اذنك في الاي والسي، يبقى جبت نقطه ثانيه. عايز اجيب بيته نقطه، حد يعرف يقول لي اجيب بيته نقطه ازاي؟ نعم؟ مش محتاج افرض. الكيرف الثاني مش محتاج ان انا افرض. ايه راي حضرتك؟ مش انت عندك النقطه دي؟ والنقطه دي انت عارف عنها اكس اي واكس بي واكس سي، هات الوايات بتاعتها. هتلاقي عندك نقطه كمان اهي. معايا؟ عندك النقطه دي، عارف الاكس اي والاكس بي والاكس سي، عوض هات الوايات، يبقى انت جبت نقطه. اوصلهم ببعض كده يبقى انا جبت الكيرف الثاني. يبقى هنا منطقه بيبر، هنا منطقه ليكويد، هنا منطقه ليكويد بلس بيبر. حد فاهم حاجه؟ يبقى تاني بعد ما رسمت الكيرف ده اي حاجه ثانيه هتبقى سهله. انت عندك الاكس اي والاكس بي عند اي بوينت، اي بوينت هتختاره، عارف الاكس اي والاكس بي والاكس سي، تختار النقطه الاولانيه اهي، تعوض بالاكس اي والاكس بي، ما انت عندك كل حاجه، تقدر تجيب الواي اي والواي بي. يبقى نقطه حسبت الواي اي والواي بي، توقع النقطه بتاعتك نفس الكلام هنا، تجيب النقطه المقابله لها. طب انت عايز تجيب بقيه نقط الكيرف. معايا يا جماعه؟ عندك اختار نقط من اللي انت استخدمتهم قبل كده. معايا؟ ليه ايه الحكمه ان انا اختار نقط؟ ما ايه راي حضرتك واحد تاني اختار نقطه هنا؟ انت اساسا محتاج تعرف الكومبوزيشن بتاع النقطه دي، تقعد تدور عليه، بعدين انت اوريدي عندك النقطه دي جاهزه. فاختار نقطه، عارف الاكس اي والاكس بي والاكس سي، عوض هات الواي اي والواي بي ومثلها، جبت نقطه. يفضل نقطه بسيطه بس عايز اتكلم عنها. ايه رايك لو انا رسمت لك مجموعه من الخطوط كده وحضرتك تقول لي ايه العك اللي انا بعمله ده؟ ايه الخطوط دي؟ اللي يعرف الخطوط دي انا مستعد اديله الفورمه الخطوط بتاع ماس. الخطوط دي بتمثل ايه؟ لا اولا انا واخد ايزوثيرمال سيكشن، يعني ماشي تمبريتشر، يعني في عند كونستنت تمبريتشر. نعم؟ ما هتقعد تدور وبعدين في الاخر الخطوط دي بتمثل حاجه واحده. حد يعرف ايه الخطوط دي بتمثل ايه؟ ها لا يا بنتي. طب هسألك سؤال بطريقة تانية بس خلاص العرض انتهى. الريليشن بين الواي والاكس دي بتمثل ايه؟ حاجة فل وعالي ممتاز الله. الريليشن نعم. الريليشن بين الواي والاكس. ليه؟ عايز اسالك سؤال بقى اخير، ده ما عندوش اي عروض خالص. ده هو اللاين ده اسمه ايه؟ ده ريليشن ما بين الواي والاكس. هو في الاصل التاي لاين ده عباره عن ايه؟ ريليشن ما بين الواي والاكس. الخطوط دي كلها بتمثل التاي لاين. الخطوط دي كلها بتمثل التاي لاين. ما التاي لاين علاقه بين ايه؟ بين الواي والاكس. الكومبوزيشن في البيبر والكومبوزيشن في ايه؟ في الليكويد. بس تخلي بالك من نقطه بس، في الباينري سيستم التاي لاين عباره عن هوريزونتال لاين. معايا؟ اما في الترنري سيستم
كل تاي لاين له سلوب غير التاني. كل تاي لاين له سلوب غير ايه؟ التاني. شايف ده الاسلوب بتاعه عامل ازاي، وده الاسلوب بتاعه عامل ازاي، وده الاسلوب بتاعه عامل ازاي. طب سؤال، لو انا دي قلت لك النقطه دي اللي انا عاملها لك دي، التاي لاين بتاعها ايه؟ هيتعمل ازاي؟ اعمله بأنهي سلوب؟ خلي بالك دي مشكله الترنري سيستم، ان كل تاي لاين له سلوب غير التاني. طيب لو انا اخترت نقطه وبقول لك ارسم لي التاي لاين بتاع النقطه دي، ارسمه ازاي؟ ممتاز بالظبط. عندك النقطه دي هتقرا في الدياجرام ده الاكس اي والاكس بي والاكس سي، وتعوض في 3 اوف اي، في 3 اوكيشن دول تجيب الواي اي والواي بي والواي سي، يبقى انت جبت النقطه دي توصل واتنين. طيب ننهي كلامنا، مش معنى ننهي كلامنا ان احنا خلصنا، لا احنا ننهي كلامنا ان احنا نعيد الكلام ده تاني معايا. يعني خلي بالك بقى عشان ايه، ده انا هقولك تاني ومع بدايه المحاضره، لو في محاضره تانية بقى خلاص، لو في محاضره تانية الاسبوع الجاي ان شاء الله هنعيد الكلام ده تاني، فمحتاج من حضرتك تركز شويتين بعد اذنك. طيب انا عندي المثلث ده انا برسمه، خلي بالك الجبن بتاعي ايه الحاجات اللي هو بيعملها لي؟ البي والتمبريتشر، حاجتين اتنين مهمين، بيديني البريشر والتمبريتشر، وانا من التمبريتشر اجيب البيبر بريشر بتاع الاي والبيبر بريشر بتاع البي والبيبر بريشر بتاع السي. اجيبهم منين؟ برضو بيبقى مديني يا اما ثلاث صور. يعني ايه ثلاث صور؟ اسهلهم البيبر بريشر بتاع الكومبوننت والتمبريتشر. مديني ثلاث كيرفات كل واحد بيمثل البيبر بريشر بتاع الكومبوننت، وفي الحقيقه ممكن يديني ايكويشن، هنتكلم عن الكلام ده لما نرجع تاني نتكلم على الفلاش كالكوليشن اللي خدتوها في الغالب مع الدكتوره اميره، وهنعيدها تاني في الايه، في الجزء بتاع الثري كومبوننتس. فدي الحاجات اللي هو مديها لي بس، يبقى مديني البريشر ومديني التمبريتشر ومديني من التمبريتشر اقدر اجيب البيبر بريشر بتاع الايه والبي والسي، وعايز طالب مني ارسم التاي تراينجل، اسمه التاي تراينجل بدل تاي لاين، هنا بسميه التاي تراينجل. فكل اللي انا هعمله بعد اذن حضرتك ان انا ادي اختصار بسيط كده، عندي بالنسبة لتقاطع التاي ترانجل مع الليكويد سيرفيس عندي المعادلات دي، البيبر بريشر بتاع الـ A في الـ XA بلس البيبر بريشر بتاع الـ B في الـ XB بلس البيبر بريشر بتاع الـ C في الـ XC، وهنا XA بلس XB بلس XC إيكوال 1، وعندي الثلاث معادلات دول. طبعا خلي بالك هو مش مديك دول، حضرتك عارفهم، وعندك ال y a equal ال vapor pressure بتاع ال a في ال x a على ال b total، وال y b ال vapor pressure بتاع ال b في ال x b على ال b total، وال y c طيب ركز معايا الاول، انت حضرتك عارف ده وعارف ده وعارف ده وعارف ده، ونفس القصة عارف ده، دول انت عارفهم خلاص، كل الكلام ده حضرتك عارفه. هتبدا باول كيرف هتمسك الريليشن كيرف، هتقول مره الاكس اي بزيرو، وتعوض في التو كويشن دول هتقول البيبر بريشر بتاع الاي، انا اسف، البيبر بريشر بتاع البي في الاكس بي بلس البيبر بريشر بتاع السي في الاكس سي ايكوال 1، وعندك اكس بي بلس اكس سي ايكوال 1. طبعا في غلطه معموله بس انت مش واخد بالك، البيبر بريشر بتاع البي في الاكس بي بلس البيبر بريشر بتاع السي في الاكس سي ايكوال بي توتال مش ايكوال 1، وعندك اكس بي بلس اكس سي ايكوال 1، حلهم. هات الاكس بي وليكن طلعت 0.3 والاكس سي طلعت 0.7، ما لازم السميشن بتاعهم يقفل 1، حتى في الحاله اللي هو طلع بالنيجاتيف الثاني لازم يطلع ازيد من 1 عشان خاطر السمنيشن يقفل ايه؟ 1. تعوض مره بالاكس ايه ومره بالاكس بي ومره بالاكس سي.
وليكن هنا ما قطعش الاكس بي وقطع الاكس سي والاكس اي، يبقى فين الكلام ده؟ ادي اي وادي بي وادي سي. ها الاكس سي هو ما قطعش الاكس بي، في الاكس بي بزيرو اهو، يبقى هو قطع تو سايد مثلا، ادي نقطه وادي نقطه. طيب افرض ايه بعد كده؟ لازم نعم ما هو الاكس بي بزيرو فين؟ ما انا قلت هقول الاكس بي مره الاكس اي مره بزيرو، والاكس بي مره بزيرو، والاكس سي مره بزيرو. فين الاكس بي بزيرو؟ اني سايد اللي هو سايد اي سي معايا؟ فهو مش هيقطع دول، هيقطع تو سايد اللي هم دول معايا؟ ادي نقطتين. طب انا عايز نقط ثانيه ارسم بيها كيرف. ها ايه رايك لو انا فرضت قيمه للاكس سي معايا يا ابني؟ تاول فرضت قيمه للايه؟ للاكس سي. عوض مره بالاكس سي 0.1 وخد قيمه ثانيه الاكس سي 0.2 وهات نقطه عوض في الايكويشن وحلهم. طبعا الكلام ده بيستغرق وقت جامد. ادي نقطه وادي نقطه، توصلهم ببعض يطلع زي ما يطلع معايا يا جماعه. نفس الكلام هعيد، هعوض في معادلات الوايات. امسك اي نقطه، النقطه دي النقطه دي انت عارف الاكس اي والاكس بي، عوض في الواي هات الواي اي والواي بي، هتجيب نقطه ثانيه برضو نفس القصه، عارف الاكس بي والاكس سي، عوض في الوايات هات الواي اي الواي بي والواي سي، ادي جبت نقطه. طب انا عايز بقيه النقط عشان ارسم. انت عارف النقطه دي، عارف كل الكونديشن بتاع، عارف الاكس اي والاكس بي والاكس سي، تجيب النقطه المكافاه لها. عارف النقطه دي تجيب النقطه المكافاه لها، وصل يبقى انت جبت الكيرف الثاني. المنطقه دي منطقه بيبر والمنطقه دي منطقه ليكويد. يفضل نقطه بسيطه بقى، هي النقطه بتاعتي في الاصل فين؟ ده انا بقول ان انا بسخن من تمبريتشر معين لغايه ما وصلت في الجاب دي معايا. تفتكر النقطه بتاعتك هتبقى واقعه فين؟ هتبقى واقعه جوه المثلث بتاعك، هتلاقي النقطه بتاعتك واقعه هنا، هتلاقي النقطه بتاعتك لان هو ايه، ادي التمبريتشر بتاعتك اهو بعد اذنك. ادي الايه الدياجرام بتاعنا، وانت الجاب بتاعتك هنا، وانت بتسخن لغايه ما بقيت جوه الجاب، النقطه بتاعتك واقعه هنا عند التمبريتشر اللي انت ايه اللي هو محددها لي. وانت مررت مثلث برر للبيز بتاعتك اهو، المثلث ده قطع لك الايه التو سايد اي بي وبي سي في نقطتين، وبدات ارسم الكيرفات، فالنقطه بتاعتك واقعه هنا. عايز بقى البرسنت الكومبوزيشن بتاع البيبر. طبعا السؤال الاولاني ايه الفيز اللي موجود؟ هتقول لي فيبر وليكويد معايا. السؤال الثاني عايز اعرف الكومبوزيشن بتاع البيبر والكومبوزيشن بتاع الليكويد. طب عايز اسالك سؤال، لو الرسمه دي مش عندك وده في الغالب مش هبقى عندك، ها عايز اعرف النقطه دي في الجاب ما بين الليكويد فيبر ولا في منطقه الفيبر؟ ما انا ممكن اسخن بحيث تبقى هنا لسه النقطه دي، يبقى ايه الفيز الموجود عندك؟ او ممكن اسخن بحيث تبقى فوق هنا. اعرف منين بقى النقطه دي في الجاب؟ اعرف منين ان النقطه دي موجوده في الجاب؟ اعمل ايه؟ اللي يعرف يبقى كتر خيره، واللي ما يعرفش برضه كتر خيره. ها اعرف منين ان النقطه دي في الجاب هنا؟ طب هقول لك حاجه ثانيه اصعب، ده النقطه دي ممكن تبقى هنا شايف، يجيلك على التقاطع بتاعك واقف على واقع على الليكويد سيرفيس، ده هيدينا ان احنا لازم نحسب حاجه اسمها البابل بوينت والديو بوينت. البابل بوينت والديو بوينت بتحدد لك النقطه دي، لو بينهم يبقى في الجاب، لو هي البابل بوينت يبقى واقع على الليكويد، لو هي الديو بوينت يبقى على الايه؟ ده هيبقى موضوعنا الاسبوع الجاي لو ربنا